الاحتلال الإسرائيلي هنا والجديد ما زال يواصل ويكثف من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث ما زالت الطائرات الإسرائيلية تشن غارات إسرائيلية بشكل كثيف تمركزت في مدينة خان يونس، هذه المدينة الذي ينوي الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها بريا كما طلب سابقا من سكانها في المناطق الشرقية، منطقة بني سهيلة وعبسان الكبيرة وأيضا منطقة القرارة. هذه المناطق تم إخلائها قصرا من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد شن غارات إسرائيلية طالت منازل مدنية وأيضا أبراج سكنية في مدينة حمد، بالإضافة إلى القصف المدفع الذي يطال المناطق الشرقية والتوغل للدبابات الإسرائيلية والعسكرية في هذه المناطق. كما قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بفصل الطريق الذي يؤدي من مدينة خان يونس إلى مدينة رفح، ومن جهة الشمال أيضا قام بفصلها عن منطقة الوسطى تحديدا في منطقة دير البلح. هنا أصبحت مدينة خان يونس هنا لم يتمكن أهاليها من التنقل إلى المناطق الجنوبية والشمالية، هذا بعدما قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المفترقات والشوارع الذي تؤدي إلى هذه المناطق، أيضا إلى الاستهداف المدفعي الذي طال هذه المناطق وأرغم عدد كبير من السكان في النزوح والتشريد. هنا المشهد في مستشفى ناصر الطبي، عائلات فلسطينية منذ صباح اليوم تتوافد هنا هربا من القصف الإسرائيلي وللنزوح والشرود هنا في هذه المنطقة. أصبحت هناك عائلات فلسطينية بالآلاف جاءت إلى هنا وقامت بنصب خيامها داخل ممرات المستشفى، وهذا ما يبرهن أيضا تكرار العملية الإسرائيلية الذي طالت منطقة شمال قطاع غزة وأيضا منطقة مدينة غزة. ربما هذه العملية الآن تأتي دورا على مدينة خان يونس، إضافة إلى القصف المدفعي الذي يطال المناطق الشرقية من محافظة مدينة غزة بالتحديد، حيث ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المجازر الإنسانية وتدمير بنية كاملة وشوارع كاملة وأيضا عدد من المنازل.